اهو يا باشا، هو ده ايه ده؟ هو ده حرامي. ايه يا عم، احنا ما عملناش حاجه يا باشا. يا طب والنبي، طب انتوا واخدينه فين؟ طب انا اروح معاه. في ايه يا فندم؟ ايه اللي بيحصل؟ انت مالك انت يا كارلا؟ يعني انا مالي؟ يعني اخرك هنا مذيع؟ لا طبعا انا مش مذيعه وبس، انا كارلا مأمون النشار بنت صاحب القناه، ولا انت نسيت؟ لو سمحت يا فندم دقيقه واحده، انا مأمون النشار صاحب المحطه ومنتج البرنامج. اهلا مأمون بيه. ممكن بعد اذنك يعني اعرف واخدينه معاكم ليه؟ لا ده كذا تهمه، سرقه اللابتوب بتاع الاستاذ رامز وانتحال شخصيه تانية عشان يعرف يدخل بيها البرنامج. لا مفيش سرقه ولا حاجه، اللابتوب ده بتاعي انا وموجود عندي في البيت. طب بتقول ايه يا مأمون؟ اخرس انت يا رامز. بالنسبه للاحتيال يا فندم، مفيش احتيال ولا حاجه، دي حاجات احنا مرتبينها في البرنامج مع بعض، يعني حاجه جوه الشو. مختار ده ممثل واحنا جايبينه مخصوص علشان كده، وعارفين من اصل ان زيكو مش ابنه، وبعدين يعني الجايزه راحت الاب الحقيقي اللي يستاهلها. اعتقد بقى مفيش داعي تاخدوه معاكم. لا كده في بلاغ كاذب، وهنضطر ناخد استاذ رامز معانا عشان نكمل المحضر. خدوه خدوه اسبوع 10 سنه زي ما انت عايز يا فندم. يا مأمون اخرس انت يا رامز دلوقتي، انت يا ابني غلطت ولازم تدفع الثمن، السجن للجدعان. خده يا ابني. الله عليك الله عليك يا عم سنباري، ظبطت معانا. مأمون باشا، الفلاشة اهي، ومتشكرين قوي على الجهد اللي انت عملته معانا عشان تنقذ ابني من الورطة اللي هو فيها. شاكرين ايه وجهد ايه وزفت ايه؟ بلانيلة، لولا الفلاشة دي في ايدي دلوقتي كان زمانك انت وابنك واللي جنبك ده وعيلتك كلها وبلدكم في السجن. انتوا حقيقي يعني عيلة واطية واطية يعني. مش مهم الموضوع خالص، اهم حاجة الله عليك يا عم سلمان. انت اللي عملت كده يابا. مختار ابني حبيبي، انا غلطان في حقك يا ابني، انت فوقتني من غيبوبه كنت عايش فيها سنين طويله، المفروض ان انت دلوقتي تبقى العكاز اللي انا بتعكز عليه، لكن للاسف طمع الدنيا غلبني. غلطان غلطان. يا كنت محروم من حضنك قوي يابا، من كتر الجوازات اللي انت كنت بتتجوزها. لا خلاص خلاص، سماح النوبه، مفيش جوازات بعد كده. مين البنوتة الحلوة اللي جنبك دي؟ لا اهدى يابا، عشان دي ان شاء الله هتبقى مراتي، ولا ايه؟ نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.